محاولة المرور وعليه يعدي التزوير جول. وجمهور كوراك يلعب للإطوال، كل الإبداع معك في البداية علي البريقي وفي النهاية مروان داش، والنجم الرياضي الساحلي سلطان زمانه يحكم بأحكامه، يحكم بأحكامه. نار 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 النجمة تمشي بغداد، جول جول. هذه الصورة بغداد بنجاح والنجاح، النجاح شيء كبير يا عمري. لمسات جزائرية في الشباك المصرية، هدفان هدفان بكل الأمان لنجمة تونس الساحلية. يطلب الكرة تسلل، حفني حفني يساب جول. يحيي هذا الهدف الجميل، ولا أروع ولا أروع ولا أروع، يسارية مهارية لأيمن حفني في الزاوية 90. البلبولي يعاين الأذرار داخل الديار بناء، يعطي كرة لياب المساكني، المساكني وزع جول. ويل يعطي كل الويل في نادي الزمالك، كرة بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر من ياب المساكني وعليا برك الليل، برك الليل يطير يطير ويحط الكرة بالراس كأبز القناص، وثلاثة بواحد للنجم الرياضي الساحلي. العب يا الإطوال، وسع مسيرة الخطورة. جولكم يا السادة، جول رائع، روعة. شنو هذا؟ ما هذا؟ شيء كبير يا مروان. يسارية نارية ذهبية في الشباك الزملكاوية، 4-1 يا نار. لطوال القدير، وهذه كرة بالراس جول. ولطوال برأس الأبطال بأقدام الرويال، 5-1 من فضلكم يا السادة. تعظيم سلام للطوال الفنان. إذا